تونس اليوم على موعد تاريخي كما يقول رئيس الجمهورية قيس سعيد. 24 ديسمبر 2023 هو تاريخ فارق كما يقول رئيس الجمهورية، هو موعد الانتخابات المحلية، انتخابات المجالس المحلية. ورئيس الجمهورية اليوم شفناه يؤدي في واجبه الانتخابي مع حرمه في المنيهلة، ورحب رئيس الجمهورية قيس سعيد في الكلمة اللي أداها بعد ما أدلى بصوته في انتخابات المجالس المحلية بأحد مراكز الاقتراع في المنيهلة من ولاية أريانا. اليوم رحب بعودة الغرفة الثانية في تونس كما هو الحال في كثير من دول العالم، وبين أنه هذه المجالس المحلية باش تكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب اللي يمثلهم بدوره أيضا. وقال منها ستنبثق المجالس الجهوية ومن ثم مجالس الأقاليم من أجل تحقيق الاندماج المطلوب بين كل أطياف الشعب حسب تعبير رئيس الجمهورية قيس سعيد. ويرى رئيس الدولة أن المجالس المحلية ستحمل تطلعات المواطنين ومطالبهم وستسعى إلى تحقيقها، وسيسبق ذلك وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين، أي بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، كما هو معمول به في كل الدول في علاقة بالمصادقة على مشاريع القوانين. وقال رئيس الجمهورية: نحن بصدد وضع حجر الأساس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات صاحب السيادة ألا وهو الشعب، ووضع كل الإمكانيات التي تتيح له التعبير عن رأيه مباشرة، والمنتخب سيكون مسؤول أمام الناخبين ويمكنهم سحب الثقة منه خلال الفترة النيابية إذا لم يحقق مطالبهم. يقول: هذا البناء الجديد متناسق مع المسار الثوري، واليوم هو يوم تاريخي، والتجربة التي نخوضها اليوم ستمكن المهمش الذي لا صوت له والذي كان يمثل مجرد ورقة اقتراع يوم الاقتراع بأن يكون فاعلا وصاحب القرار ومراقب في نفس الوقت. يقول: أما بخصوص المعارضين لهذا المسار، يقول رئيس الجمهورية: تونس ليست دولة جهوية كما يدعي البعض، تونس دولة موحدة وستبقى كذلك، ولكن الاختيارات الكبرى عن طريق القوانين ستكون من اقتراح من صنعوا الانفجار الثوري، وستكون هذه الخيارات تعبيرا عن إرادتهم، وسنواصل بناء كل مؤسسات الدولة في القريب العاجل، وسنعمل على تطهير الدولة ممن عبثوا بها عقودا وعقود. يقول رئيس الجمهورية: رأيتم حجم الفساد الذي نخر البلاد، ولابد من الوقوف معا لنبني جمهورية جديدة وهي بصدد البناء، ونحن نسير في اتجاه الصحيح وسنحقق آمال شعبنا. يقول: فثرواتنا كثيرة وإرادتنا غير محدودة، وسنصل بتونس إلى بر الأمان حتى تكون من أرقى الدول. وأضاف رئيس الجمهورية: ثروتنا البشرية كبيرة. يقول رئيس الجمهورية: ثروتنا البشرية كبيرة، ولابد أن نعول على ذواتنا وقدراتنا، وسنبني بلادنا بجهدنا وعرقنا، والمستقبل للشعب التونسي صاحب السيادة، حسب رئيس الجمهورية قيس سعيد. مراكز كما قلت رئيس الجمهورية كان مرفوق بحرمه أدي وزوز واجبهم الانتخابي، ورئيسة الجمهورية نشرت صور يعني لهذا الحدث. وكانت مراكز الاقتراع في الجمهورية التونسية عددها 8190 فتحت أبوابها في الموعد وتحديدا الساعة 8 صباحا أمام الناخبين للتصويت واختيار ممثليهم في المجالس المحلية، على أن يتم غلقها مع 6 مساء، حيث لن يكون هناك استثناء في مواعيد فتح وغلق المراكز حسب ما أكدر منطق رسمي باسم الهيئة محمد تليلي المنصري.
أيضا شفنا رئيس مجلس نواب الشعب مارس حقه الانتخابي، وقد أدى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربيلة اليوم واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع نهج المغرب برادس من ولاية بن عروس. وأيضا شفنا رئيس الحكومة أحمد الحشاني أدلى بصوته أيضا في انتخابات المجالس المحلية بالمدرسة الابتدائية المنزة واحد في تونس العاصمة بحضور عدد من الإطارات المرافقة ليه. للتذكير فإنه عدد الأشخاص المخول لهم التصويت في هذه الانتخابات 9,080,987 ناخب مسجل في سجلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة في التصويت في انتخابات المجالس المحلية للاختيار بين 6,177 مترشح. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كان صرح بأنه عملية التصويت في الانتخابات المحلية معناها انطلقت 8 متاع الصباح تتواصل حتى لستة متاع العشية في 4,685 مركز اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية، بالتوازي مع عملية الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس المحلية على مستوى جميع المعتمديات في كامل تراب الجمهورية. انطلقت تقريبا الساعة 9 صباح اليوم عملية الاقتراع لاختيار 279 مرشح من ذوي الإعاقة، ويخوض غمار السباق الانتخابي عن طريق القرعة 1028 مترشح من ذوي الإعاقة. حسب آخر الأرقام خليني أقول بأنه أيضا منظمات المجتمع المدني والناطقة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة براوية العقربي أفادت اليوم أن المنظمة خصصت مركز نداء لتجميع النتائج بالنسبة لآلية القرعة والاقتراع المباشر، وأفادت بأنه تم تخصيص 216 ملاحظ منتشرين في جميع الولايات منهم 27 منسق لملاحظة قرعة الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا شفنا النسب بالنسبة للانتخابات، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كان أعلن خلال نقطة إعلامية ثانية عقدت ظهر اليوم بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزة المخصص لانتخابات المجالس المحلية إنه نسبة الإقبال العامة على انتخابات المجالس المحلية إلى حدود ساعة منتصف النهار بلغت 5.18%، وبين إنه العدد الجملي للمقترعين تجاوز 470,000 من مجموع أكثر من 9 ملايين ناخب.